انظروا إلى سيارات الناس وهي تنطلق في الشوارع للدوام، وانظروا إلى المساجد في الفجر وهم عنها نيام. يذهب الواحد وقت الدوام، ضيع صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، يغسل وجهه وربما لا يصلي، وإن صلاها صلاها بطلوع الشمس، ثم ينطلق إلى دوامه خبيث النفس كسلان. بال الشيطان في أذنيه، هدده ربه من سابع سماء. ثم إذا رجع من الدوام يرجع الساعة الثانية ظهرا أو الثانية والنصف، يتغدى ثم ينام عن صلاة العصر، فلا يصحو إلا الساعة الخامسة أو قبيل صلاة المغرب. ثم يسأل: أموالنا ما فيها بركة، الرواتب ما فيها بركة، لأنك قطعت البركة وقطعت حبل البركة بنومك عن صلاة الفجر والعصر.